وصلنا لفقرتنا نور، ودائما بنسأل حالنا أو بيسألونا الناس، هل أنت ممكن تحسي حالك للحظة من اللحظات أنه أنت مستنفذة بالعمل؟ ممكن تحسي حالك أنه أنا خلص ماني قدرانة اليوم إيجي على الشغل، ماني قدرانة أقدم، حتى لو عندك مسؤوليات ولو أنت كنتي شخص ملتزم معروف عنه أنه هو ما بيقصر أو بشغله، بشغله كتير كبير، وما هيك ممكن هدول الأشخاص يوقفوا ويوصلوا لهي المرحلة، هالمرحلة بيكون خلفها كتير كتير من التراكمات. أكيد سلمى، وفينا نسميها مرحلة الاحتراق الوظيفي، يعني لما توصل إلى مرحلة يمكن ما عم تلاقي لا التقدير المعنوي والمادي إجمالا، ما عم تلاقي يعني بالمطلق، حتى الرواتب اليوم، معدل الرواتب لا تتناسب أبدا مع الدخل المعيشي اليومي، لكن التقدير المعنوي بيلعب دور للاستمرار بالوظيفة. كثير من الناس عندهم حب للعمل وشغف للعمل، شغف كثير كبير، لكن بيوصلوا لمرحلة بيقول لك فعلا أنا تعبت، ما عاد عندي طاقة استمر وأعطي. لنحكي عن هيدا الموضوع أكثر معنا الدكتور منير عباس، رئيس جمعية الموارد البشرية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم، وبدي أقول بس أنه كل عام نحن بخير، لأنه كان من كم يوم عيد اليوم العالمي للراديو، فكل عام كنتوا بخير، نوع من خلينا نقول الأجهزة الإعلامية المسموعة. وعيدنا السنوي كان أول مبارح، 15 سنة نحن كجمعية، بدي عايد على الأعضاء وحنحكي بموضوع الاحتراق الوظيفي. أكيد لكم كل عام وأنتم بخير، لأنه طول ما أنا جاي بالطريق وكل الناس عم يسألني بدك تحكي عن الموضوع، وصل هي الرسالة لهم بدك تحكي عن في رسائل جديدة ما بلشنا اليوم الحلقة. نحن يعني سبقنا بالعناوين، حتى هذا العنوان حطيناه أول من أوائل العناوين، لأنه فعلا هي حالة أصبحت عامة ومركبة. اليوم خلينا نفصفصها هيك مثل ما بيقولوا بالوقت المتاح لنا من الزمن. الاحتراق الوظيفي كتعريف الناس بتعرفه أنه هو الشخص اللي صار عنده تخمة بحالة معينة، ما عاد قدر يقدم. شو التعريف الحقيقي للاحتراق؟ التعريف الحقيقي له حسب هارفارد بزنس سكول بتقول أنه هو عبارة عن حالة نفسية يصل إليها الموظف ويشعر بعدم الإعطاء، يعني بيوصل لمرحلة خلص ما عاد في عنده أي قدرة أو رغبة بالإعطاء. فهي التعريف البسيط لها عدة أسباب، والأسباب متناقضة مع بعض البعض. خلينا نبلش فيها دكتور ونحكي عنها، ويمكن هيدا موضوع بهم كل الموظفين، إذا بنحكي عن القطاع الحكومي ولا الخاص، لأنه نحن أساساً ظروف اقتصادية صعبة، معيشية مادياً، هو 10 سنوات من الحرب يمكن أثقلت كل الناس. أسباب الاحتراق الوظيفي فينا نقول عدم التقدير المعنوي، عدم التقدير المادي، كثير من التفاصيل بتلعب دور، لأنه الناس اللي عندها شغف كثير كبير بعملها وبتحب عملها توصل لهي المرحلة. تمام، هلأ في عنا شقين لأسباب الاحتراق الوظيفي. شق منه هو العمل الاعتيادي الذي أصبح روتيني وليس هناك أي تجديد، فيصل الشخص إلى عمله ما عنده أي رغبة بالعمل، ما عنده شيء يقدمه، هذا له فترة زمنية لحنا حاطين له تقريبا بيختلف من صناعة لأخرى 7 سنوات. وقت 7 سنوات عم تقومي بنفس العمل الروتيني بدون أي تجديد تصلين إلى الاحتراق الوظيفي، وهو عدم الرغبة بالذهاب إلى العمل، وإن ذهبتي إلى العمل ترغبين فقط يعني خلينا نقول عد الساعات الموجودة بالعمل انتظارا لانتهاء الدوام. هذا أول نوع من الاحتراق الوظيفي وله أسباب معالجة وله طرق أخرى. أما الاحتراق الوظيفي اللي عم نوصل له هو الاحتراق الوظيفي من ضغط العمل الكبير كتير وما في تقدير. هي عملية التقدير إما أن تكون مادية أو تكون معنوية. بظروفنا الحالية مهما قدرتي ماديا وضع المعيشي شوي غالي، فما عم نقدر نوصل لهالموضوع التقدير المادي اللي احنا عم نطمح له، ولكن هذا ما بيلغي انه التقدير المعنوي يجب ان يحل محل التقدير المادي. يعني كنا عم نحكي شوي انا وياكم تحت الهواء انه على الاقل يكون في عنا تدريب معنوي لنا، كيفية تعامل المدراء مع الموظفين، تشجيعهم وحافزهم. غالبية الموظفين هلا بتسألين ليش عم تروحوا على وظائفكم، رغبتهم بالعمل هي اللي عم تاخذهم على وظائفهم، رغبتهم بتطوير نفسهم، يعني في عنا حافز شخصي عم يتفوق على الحافز المعنوي والمادي اللي ممكن يكون من الطرف الآخر. فإذا نعرف نحن في عنا كتير علامات للاحتراق الوظيفي، واحدة منها الشعور بالضغط والتوتر دائما،
الشغلة الثانية لأنك دائماً عم ينعكس هالشيء هذا على حياتك العائلية والأسرية، ما عندك رغبة مهما مثل الواحد فينا أنه هو شخص متوازن بالعمل، بده يظهر جزء من شخصيته الحقيقية أمام الأشخاص اللي بحس أنه ما بيعتبوا عليه، فعم تكون على الوضع الأسري أو وضع الأصدقاء. الشغلة الثالثة أنه أنت دائماً عم تجي على العمل عم تحسي أنه أنت دائماً عندك نقص بالمهارات، شغلك ما عم يعجب الآخرين، فهذا بيعطيكي خوف من عدم الاستقرار الوظيفي أنه وظيفتك صارت مهددة بشخص آخر عنده مهارات أفضل منك. فبتصيري دائما بدك عايشي هي المعادلة داخل ذهنه الواحد، أنه أنا طب شو بدي لحق هلأ أعمل طور حالي، طب ما في عائد مادي ليش بدي طور حالي، بنفس الوقت ما عم طور حالي، هناك أشخاص عم تحلم بوظيفتي وشايفينها شغلة كتير كبيرة، فأنا شو بدي أعمل؟ دائما في عندك هذا الصراع، هذا الصراع بيصير الشخص فينا بيهرب فيه إلى نظام غذائي غير متوازن، بيؤدي إلى كآبات، يؤدي إلى نظام غذائي غير متوازن. شغلة تانية واحدة من حلوله الأساسية هي الرياضة، إنه يمشي الواحد شي نص ساعة يوميا يصفي ذهنه، يعيش مع حاله شوي صغير، يعيد ترتيب أموره. هي ناس كتير بتغفلها، بيقولك هلأ أنا بوضع كئيب جدا ما مجعبالي يروح أعمل أي نوع من النشاط الرياضي. كتير بتساعد العملية مثلا هي الفيزيائية، التحرك الجسدي وبعض الدقائق من الرياضة، خلينا نقول 20 دقيقة ل 30 دقيقة مشي يوميا يصفي ذهن الواحد كتير مهمة. الشغلة الأهم من هيك، نحن فعلا بحاجة لدورات تدريبية للإدارات تبع شركاتنا ومنظماتنا، على الأقل في طرق للتعامل. يعني دائما بتلاقي في عنده ستريس كتير كبير الإدارة العليا، بنعرف هالشي هذا لأنه عايشين الظرف ببقاء منظمة أو زوالها، ولكن هالشي عم ينقلوه علينا بحيث أنه ما عاد نعرف نحن شو المطلوب مننا. يعني أحيانا غياب الدور الوظيفي والتوصيف الوظيفي و معرفة الشخص المطلوب منه ما هو الهدف العام للمنظمة أيضا هو من أسباب الاحتراق الوظيفي، إنه شو ما عم بعمل ما عم يعجبون، شو ما عم أقدم ما لي عارفان لوين. الشغلة الثانية هي كمان اليوم بدنا نكشف عنها، إنه عدم وجود استقرار وظيفي تؤدي إلى احتراق وظيفي. أحيانا الواحد بيحس حاله إنه ما عاد في مجال يقعد يطور بحاله، بيقول لك أنا وصلت خلص لعمر وظيفي معين، صار لي 15 سنة 20 سنة هلأ بدي بلش طور حالي. طبعا بنقول لهدول الأشخاص أنه دائما المنظمات هي عبارة عن مؤسسات فيها تعلم مستمر، فدائما continuous learning هو شغلة لازم تكون ذاتية بغض النظر إذا مطلوب من المنظمات أو لا. من علاجات الاحتراق الوظيفي أنه نشتغل على حالنا ونطور حالنا، لأنه نحن بدنا نطور حالنا مو ناطرين لحنا من الآخر التقدير، لأنه هلأ عم بيصير أنه كلاتنا بحاجة لكلمة حلوة من الآخرين، نوع من التقدير. إذا ما طلعت هالكلمة الحلوة شو بنعمل؟ نحترق وظيفياً؟ منبطل نجي على شغلنا؟ أكيد لا. لذلك لازم يكون الواحد عم يحضر بعض الكورسات اللي فيها تحفيز ذاتي، إنه الواحد يعرف سيلف موتيفيشن لإله، إنه أنا عم طور حالي لأنه أنا بدي أبرز كشخص داخل المجتمع وحط بصمتي بالعمل اللي أنا عم كون موجود فيه. أكيد. وبغض النظر كمان بدي أسألك دكتور منير، يعني غالباً الاحتراق الوظيفي ما بيصيب كل الأشخاص اللي بيشتغلوا بكل أنواع المهن أو الوظائف، وأنا هون بدي فرق بين مهنة وبين وظيفة. يعني الوظيفة اللي هي أنت موظف بشركة معينة أو بمؤسسة معينة براتب معروف، عدد ساعات عملك وما إلى ذلك. المهنة اللي هي ممكن أشخاص يكون عندهم مهنة حرة هن أصحاب هاي المهنة، أو مهنة مثل الإعلام اللي هو يجب أن لا يعتبر موظف بين قوسين، لأنه بالنهاية أكيد نحن عدد ساعات عملنا غير مشمولة بقانون العاملين بشكل عام، وحتى العطل الناس بتعطل، نحن فقرة جيم نيجي بنداوم لأنه شاشة التلفزيون ما بتعطل بالنهاية. فخلينا نحكي عن هذا الشعور، هل هي نفس المدة؟ يعني أنا اليوم بيشتغل بالإعلام بده يحس بالاحتراق الوظيفي بعد 7 سنين ولا لا ممكن قبل كمان؟ لحنا حكينا 7 سنوات هي متوسط المدة للاحتراق الوظيفي بالمهن الاعتيادية التي ليس بها تجديد. أما المهن اللي فيها تجديد يوميا فيها نوع من التكنولوجيا الجديد والشخص عم بيطور حاله، ليس هناك مدة الاحتراق الوظيفي. بعض الأبحاث وكتير خجول هذا البحث قال 15 سنة وقت الواحد يكون بمهنة فيها إبداع كتير بحاجة للتغيير. صحيا الحقيقة أن الواحد لازم يغير مهامه على الأقل كل 5 سنوات ل8 سنوات تتغير المهام. يعني نحن بنحل احيانا داخل منظمات بالتدوير الوظيفي، نعمل جوب روتيشن، يعني غير طريقه مثلا من موقع عملك الى موقع عمل بمهام اخرى فيها تحدي وتشالنج جديد لك، لانه مهما كان العمل الصعب في بدايته بعد فتره معينه حيصبح روتيني بطريقه معينه. لذلك التجديد التجديد مطلوب، تجديد مطلوب. نحن في شغله مثلا بتخص اداره الموارد البشريه هي اعاده
النظر بالتوصيف الوظيفي لكل الموظفين، بكل سنة نضيف مهام جديدة ونقيم بعض المهام الروتينية اللي أصبحت هي ملغية بعض الأحيان، موجودة عندنا أصبحت نوع من الروتين والملل، نضيف شيء جديد. ونحن هلأ عم نفوت على مجال جديد اللي هو العمل الريادي، أنك تكوني تفكيرك ريادي داخل وظيفتك، أنك تفكري بأفكار إبداعية تضيفي فيها لمهنتك بغض النظر إذا هي المهنة روتينية بالأساس ولا لا. بس هي نقطة بتلعب دور، يعني لما نقول يعني كتير جميل هذا الحكي، وفعلا إذا تطبق بشكل كبير على جميع القطاعات المؤسسات الخاصة والعامة، لكن الأسلوب بيلعب دور بالتعاطي مع الإدارة. لما نقول أنه تكوني أنت ريادية في عملك وتعطي أفكار خلاقة ومبدعة، لكن الطرف الآخر لا يقدر هذا الشيء، وين بيكون في انعكاس على الحالة المهنية وبيصير في احتراق وظيفي بطريقة أسرع من أنه لنقول عمل روتيني أو لا، أو لأنه ما في شيء جديد خلال العمل. التقدير الوظيفي قديش مهم اليوم ضمن آلية العمل لحتى ما أوصل أنا للاحتراق الوظيفي؟ لأنه أحياناً من كثر ما بتقدم لعملك وبتقدم أشياء وتشتغل فعلاً بشغف، الطرف الآخر بيشوف هيدا الشيء، خصوصاً الإدارات، أنه هذا شيء عادي، يعني طبيعي أنك تقدمه، وما عاد في تقدير. أنت مادياً لا عم تقدره ولا معنوياً عم تقدره، أنت عم تستعجل بعملية الاحتراق الوظيفي، يعني عم تخليها تسبق وقتها، وللأسف عم نعاني فيها بجميع القطاعات، يعني طبعا. ضمن الظروف الاقتصادية الصعبة، وبتلاقي عندك شباب قادر وعندك إمكانيات ومهارات، السوري يبدع يعني بكل القطاعات، لكن التقدير بيلعب دور كتير كبير، يعني حتى بالحياة المهنية والاجتماعية واليومية. تقدير بيقول لك الكلمة الحلوة هي فعلا إلى أثر كتير كبير. صح. هلا بدنا نحكي معلومة، أنه أكثر الناس اللي بيحترقوا وظيفيا هن المجتهدين. صحيح. والجزء صحيح. من نحن العالم الحقيقة. صحيح. جزء من العالم اللي نسميهم نحن البرفكشنست، اللي بيحبوا درجة الكمال بالعمل. مع أنه يعني بيحس الأوقات أحياناً الإنسان أنه هو عم يتعاقب على الشغل. هيك بحس. هلأ هو التيار بتلاقيه أبطأ يعني. من سرعته. لك عم نحكي على وجع شوي، لأنه أحياناً مديرك مثل ما قلت المجتهد بيحرق حاله فبيلاقي طبيعي، بس لما يلاقي واحد كسلان قدام فكرة يعني شو الإنجاز. نعم، منكم ظلمنا كثير من المدراء. في إدارات وفي منظمات رائعة جداً ومثال أعلى بالتقدير الوظيفي. نحن ما عم نعمم الحقيقة. خلينا نمشي مع المثال الجيد ونعممه أفضل ما نقول إنه الغالبية منهم. هل أم لك إنه الشخص اللي بيدور دائما على درجة الكمال بعمله هو أقرب شخص إلى الاحتراق الوظيفي، لأنه دائما عم بيواكب ودائما عم يشتغل على حاله، دائما عنده إحباط من ردة فعل الآخر إنه أنت ما عم تشتغل، أنت عم تقدم الشيء الطبيعي اللي لازم يطلع منك، بيقارن حاله مع جهد الآخرين بيلاقي حاله إنه هو ماشي سنة ضوئية لقدام. صحيح. فإذا دائما هو الشخص هذا اللي عم نقول اللي هو perfectionist والذي يسعى إلى درجة الكمال، بنقول دائما هذا الشخص لازم كتير يشجع التحفيز الذاتي عنده، انه انا قدمت وانا عم قدر حالي، فلذلك ماني منتظر من الطرف الاخر اي شيء. ما بيعني انه نلغي الطرف الاخر ويقدر جهده، صدقيني بين قوسين بيعرف الطرف الاخر قديش مهم. مهم يحكي عن شغله طبعا، لازم. لانه احيانا لانه ما بتحكي عن شغلك كثير بالاخر بيشوفه كثير عادي، يعني انت عم تقدم الطبيعي. هلا لكي القدرات العاملين هي متفاوته جدا، في الممتاز المتميز، وفي عندنا الوسط، وفي عندنا اللي اقل من الوسط. هذا ما فينا نقول انه نحن نقول هدول الاشخاص اللي مجتهدين على حالهم بطئوا السرعه ورجعوا ناس عاديين ابدا. نحن بنتمنى كل الاشخاص يكونوا متميزين بمكانهم، ولكن نقول خفض سقف التوقعات كتير مشان ما تحبط حالك. يعني نحن وقت نقدم كتير ما نخلي حالنا انه نتوقع كتير مجزيات بالمقابل، بالعكس المجزي الاساسي لي هو انا طورت نفسي، خذ التجربة التحدي بيني وبين نفسي، عشتها وفزت فيها قبل ما اخذ التقدير من الاخرين. نعم. اكترية الناس بترفع سقف توقعاتها، بتحبط حالها، وبتوصل للاحتراق الوظيفي وبتلاقي ترك العمل بيقول لك هون ما حدا عم بيقدرني. طب اذا انت ضليت تدور من عمل لعمل وتقول هذا ما عم بيقدرني، اخر شيء نحن بحاجة للحياة، بحاجة انك تجيبي مصاري، بحاجة انك تستمر حياتك، فانت لازم تقدري تعاملي الناس مثل ما هن متوقعين منك وليس مثل ما انك متوقع منهم هن يتوقعوا منك. وهون دكتور يعني بدي احكي عن شيء انت قلته يمكن تحت الهواء وحتى مرقته من ضمن الحديث اللي هو الذكاء العاطفي وقدرات الانسان قديش إلى دور بخليني اقول مواجهة الاحتراق الوظيفي طبعا. او المشاكل هي مهارة تكتسب، وكيف انا ممكن نمي، ممكن أنا يكون عندي بالفطرة ومرور التجارب والخبرات قليل من هذا الذكاء العاطفي، لكن أنا كيف بدي نميه لحتى يساعدني بحل مشكلة من هاي المشاكل؟ هلا بقولك يمكن أنا أكثر شخص شفت ناس عم تترك وظائفها بسبب ما عنده ذكاء عاطفي، ردة فعل
أدت إلى فقدانه لوظيفة بحكم مهنتي كمدير HR. فبشوف دائما بقول عن جد دورات الذكاء العاطفي لازم تكون جزء من حياتنا اليومية، وهي التحكم بردات فعلنا. المحترق وظيفيا بتيجي عنده ردة فعل ممكن يفقد وظيفته، يفقد سمعته المهنية، لأنه بيجي فجأة بده ياخذ حقوقه كلها بردة فعل وما انه متحكم بعواطفه. فهالشيء هذا بيروح له كل عمله. مين بيشوف صاحب العمل؟ بيشوف الآخرين اللي هم كان وتيرتهم عادية جدا، ما عملوا شيء استثنائي بس ما طلعت منه ردات الفعل. فإذا نحن أشخاص وبنحكم أحيانا بشكل آني، ما بنشوف مسيرة تقديرك وتقييمك بشكل، لأنه نحن بالنهاية هيومنز، وما فينا نقول إنه نحن متحيزين للشخص اللي سمعنا حكي حلو. فبنقول لك لا، أنا بدي إنسان اعتيادي ما يسمعني حكي وردات فعل ويضل عم يمنني بشغله. أنا بدي شخص يشتغل من تمساكة، خلينا نقول إذا بنستخدم المصطلحات العامية شوي صغيرة. إذا بدنا نقول للأشخاص اللي هن على شفا حفرة الاحتراق الوظيفي، اعملوا ذكاء عاطفي كتير، ردات فعلكم خبوها لنفسكم، لا تخلوا ردة فعلكم تفقدكم عملكم، وتخلي تقييمكم بنهاية عمركم المهني بعد ما حرقتوا حالكم وظيفيا انه يطلع سيء. فبنتحكم نحن دائما بدرجة عاطفية. وانا بتشكر كتير انه تحت الهواء حكيناها، بس قلت غير موضوع انه نجيب سيرتها. اذا على الاحتراق الوظيفي بنرجع لحنا، وان شاء الله بيكونوا بيسمعونا المدراء، ساهموا دائما بانه يكون الشخص اللي عم يشتغل يتقدر حتى لو كان معنويا وليس ماديا. حلو كتير نشوف الامبلوي اوف ذا مانث، حلو كتير نشوف انه افضل فريق عمل اشتغل هي الفتره هي، حلو كتير التقدير المعنوي، حلو الوعود الجيده لكم. احيانا الترقيه الوظيفيه بدون ما تاخذي درجه ماديه هي كافيه لك انه انت تزيلي عمليه الاحتراق الوظيفي. عمليه التدريب ممكن نحط الشخص لنفسه المتميز يكون هو مدرب للاشخاص الاخرين. فدائما انا بحس الحافز المعنوي هو شغل كتير لازم نشتغل عليها هالايام، لانه هالايام فعلا اي حافز مادي ما عاد مجزي. صحيح. يعني ما عاد بيحقق طموحات الموظف. فخلينا نشتغل على الناحيه المعنويه، خلينا نعمل عمليات دورات تدريبيه، ما نوصل الاخرين الاحتراق الوظيفي. وعلاجه كتير بسيط، بعملية تغيير التوصيف الوظيفي، تغيير المهام، التدوير الوظيفي، إعطاء إجازات للموظفين. هلأ في موظفين محترقين وظيفيا لأنه ما عاد شاف غير الشغل، عم ياخده على البيت، عم يعيش بوضع العمل 24/7. فلحنا هذا الشخص من له خد إجازة، روح ما عاد فيك تعطي انت هلأ، بعد أسبوع واجهني. بتلاقي تغيرت نفسيته تماما، قاعد مع نفسه وحس أنه هالإجازة هي تعويض مادي، هي هالإجازة تعويض مادي. أيضا تشجيع الناس والموظفين أن يكون في عندهم عمل مستقل لا يتضارب مع وظيفتهم. شو الغلط؟ شو الغلط إذا يكون واحد متميز بشيء معين يكون عم يدرب بمراكز تدريبية؟ هاي نقطة كتير مهمة، يعني ياريت فعلا مثل ما قلنا يكون في دورات تدريبية وتتعمم هي الأفكار ليكون في إنتاج عملي مهم، وما يكون في احتراق وظيفي ضمن المؤسسات بجميع القطاعات. بالختام خلينا نحكي نصائح عامة لكل اللي عم يتابعونا، ويمكن لكل الناس اللي واصلين لهي المرحلة لكن حابين فعلا يكونوا مكملين بشغلهم، يكون عندهم هذا الحافز. في الشق بدي انصحهم فيه هو فيزيائي، الرياضة بالأول. الشغلة الثانية ساعات نوم كافية لألون. الشغلة الثالثة يبعدوا عن الأجواء السلبية نهائيا، وما يسمعوا حكي الآخرين أنه أنت بتستاهل أكثر، أنت هون مو مكانك، أنت هون. قيم هي الإذن الصاغية للآخرين بالطاقة السلبية، خلينا نقعد مع الأشخاص اللي عم بيقولوا نحن مميزين. الشغلة الرابعة الأهم من هيك أنه يدربوا حالهم أنهم هنين يقدموا دائما الأفضل من شان هنين سيلف موتيفيشن تبعتهم، من شان تقدير ذاتهم لحالهم، ويخفضوا سقف توقعاتهم شوي صغيرة من الآخرين من شان ما يحبطوا حالهم. أكيد نتمنى للكل يكون استفاد من هاي المعلومات مننا وجر مثل ما بيقولوا، ونعمل بهاي النصائح لحتى نحاول دائما نضل بإنتاجية جيدة بعملنا ولنفس اسنا ايضا. نتشكر وجودك دكتور منير عباس. شكرا لكم، ان شاء الله نشوف كل الناس ايجابيين وما عندهم احتراق وظيفي ان شاء الله يا رب. اكيد نتشكرك الدكتور منير عباس رئيس جمعيه الموارد البشريه، وركزنا على نقاط عده واهمها هي التقدير فعليا المعنويه للعمل اللي يخليك تكمل وتكمل ضمن هيدا الشغف ويكون عندك حافز كبير. شكرا كثير لك. شكرا لك. شكرا لك دكتور.